من اجل اسقاط الدوله المصريه. وكان همزه الوصل، الواحد بيقول لي هو الاخوان لهم علاقه بالموساد الاسرائيلي؟ اه، همزه الوصل في كل هذه الاجتماعات حاخام اسمه مارك شناير. يرجعوا كده في النت يكتبوا بس الحاخام مارك شناير. مارك شناير هذا الحاخام الذي كان مشرف على كل الفوضى التي حدثت في ميدان التحرير، التي حدثت في ميدان التحرير. يعتبر تدخل مباشر من الموساد الاسرائيلي طبعا. وعلاقه الاخوان. فكل هذه القضايا بدا كده عمل ايه؟ ان احنا لازم نقبض على محمد مرسي وجماعه الاخوان. تم القبض عليهم وتم ايداعهم بالسجون. طبعا عمليه اقتحام السجون تمت بشكل كبير، وزي ما احنا قلنا، زي ما احنا شفنا كلنا تحت سجن النائبه فؤاد المنظور، قالت عناصر حزب الله وحماس تدربوا على يد الحرس الثوري الايراني في مدينه خان يونس في قطاع غزه. ومن هنا تم القبض على محمد مرسي. عندما تم اقتحام السجون في 25 يناير ما كانش لسه الصحيفه الجنائيه لحقت تتعمل لمحمد مرسي. فالصحيفه الجنائيه مش معموله، ما كانش لسه احكام، ما كانش فيه محاكمات. ومن هنا استطاع محمد مرسي ان يترشح للرئاسه من خلال السادة عصير الليمون في مؤتمر فيرمونت الشهير. في مؤتمر فيرمونت الشهير. كده خلصنا في قصه الاخ محمد مرسي وجماعه الاخوان. يعني طبعا مؤتمر فيرمونت السيد حمد انديل والسيد علي الاسواني وكل هذه الشخصيات اللي احنا كنا في النهايه لقيناها طابور خامس المصري اليوم. والاعلام لعب دور كبير جدا للاسف في تزييف وعي الشعب المصري. المصري اليوم متاكد من كده؟ طبعا يا فندم، المصري اليوم هي صحيفه المخابرات الامريكيه قبل ما تتحول دلوقتي ومسكها المحترم الاستاذ حمد رزق. مين الصحيفه الوحيده اللي شككت في انتخابات الرئاسه؟ مصر المصري اليوم. صح. 12 مليون جنيه سنويا تمويل من السفاره الامريكيه. وحضرتك لو رجعنا لمصر اليوم قبل 25 يناير هتلاقي الحوارات البارده كلها كانت في مصر اليوم. صح. الاخ سعد الدين ابراهيم اللي معاه الجواز الاسرائيلي، وانا هتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي، واللي حضر اجتماع السفاره الاسرائيليه. الدكتور سعد الدين ابراهيم تمام؟ كان بيكتب في مصر اليوم. الاخ نجيب البرعي محامي السفاره الامريكيه واللي بياخد فلوسه في وكل شويه عمال يهاجم الدوله المصريه، مصر اليوم. كل ما تيجي تدور على كل الطابور الخامس هتلاقيه في مصر اليوم. وكانت ايقونه وتيمينه كانت مصر اليوم، وكان الدستور الاخ ابراهيم عيسى على فتراته اللي احنا هنبدا برضه نتكلم عنه. للاسف هنا في صوره للاستاذ وائل ابراشي والاستاذ عمر عفيفي. لا لا فين بقى وائل؟ طبعا وائل ابراشي ده يا فندم. لا يا فندم، وائل ابراشي مش استاذ وائل ابراشي، هو اللي طلع الست اللي كانت في المظاهرات الرابعه واعتصام رابعه والنهضه وطلعت تشتم الرئيس وتزعق ده. الاستاذ وائل ابراشي ده توقف اكتر من مره. ممكن ما